من الاختطاف إلى التعذيب إلى المحاكمة، واقع جديد تحاول الميليشيا فرضه على عشرات المختطفين في سجونها، وتسعى من خلاله إلى شرعنة قتلهم وتصفيتهم بتهم كيدية ومحاكمة شكلية. الميليشيا التي وجدت في سقوط صنعاء فرصة مواتية للنيل من خصومها عبر اختطافهم والتنكيل بهم، لم تكتفي بذلك بل وجهت سلطاتها بضرورة محاكمتهم، محاكمة لا يمكن اعتبارها إلا انتهاكا مزدوجا تمارسه الميليشيا بحق المختطفين. الصحفي المختطف يحيى الجبيحي كان أول ضحايا محاكم الميليشيا السرية، حين حكمت عليه محكمة تابعة للميليشيا بالإعدام بعد اختطافه من منزله، وهو الأمر الذي قوبل برفض واستنكار من قبل منظمات المجتمع المدني، ولرفض ما تقوم به الميليشيا من ممارسات بحق أبنائها، نظمت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية استنكرت فيها الإعداد لمحاكمة أبنائهن بشكل سري. وكان حصيلته عدد من القتلى والجرحى، وهنا تجتمع على هؤلاء الأبرياء الصابرين ظلمة الاستبداد والخطر الداهم. الوقفة التي نظمت في مدينة الحديدة كانت واحدة من عشرات الوقفات التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين، والتي طالبت فيها بضرورة وقف تمادي الميليشيا ضد المعتقلين. البيان الصادر عن الوقفة اتهم الميليشيا بانتزاع اعترافات من المختطفين لتهم لم يرتكبوها، تم ذلك تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي مرغمين إياهم على الإمضاء عليها. الرابطة حملت في ختام وقفتها الميليشيا مسؤولية حياة المعتقلين، داعية إياها إلى ضرورة الكشف الفوري عن مصيرهم وإيقاف جميع المحاكمات الهزلية بحقهم.